السلام عليكم. اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في محافظة حضرموت الخميس 9 يونيو من قبل قوة عسكرية تدعي أنها من المقاومة، واقتياد مدير المكتب التنفيذي وحراسة المقر إلى جهة مجهولة. حدث قوبل بإدانة واسعة من قبل السلطة المحلية والقوى السياسية بمختلف أطيافها، وهو ما يؤسس لخطر يهدد العمل المدني في مدينة لم يكن العنف يوما من شيمة أهلها وسكانها. لم تكن هي سابقة الأحداث، فخلال الفترة السابقة شهدت حضرموت حملة اعتقالات واسعة تعرض لها عدد من الناشطين السياسيين وشخصيات سلفية فيها، بناء على حملات مستمرة يقول المراقبون إنها ممارسات لها علاقة بالقمع السياسي الممنهج بحق حزب له حضوره الفاعل في إسناد الشرعية ومقاومة الانقلاب، وتعرض للتنكيل في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، ولم يسلم أعضاؤه من القمع والتنكيل في المناطق المحررة، مما دفع بالمهتمين لإشهار هيئة المعتقلين للنضال من أجل إطلاق سراحهم. موقف السلطات الرسمية ممثلة ببيانات المحافظة والسلطة المحلية كانت قد أدانت المداهمات والاعتقالات وعدتها أعمالا غير سوية، ما يدفعنا إلى وضع تساؤلات حول ما يجري في حضرموت. فما أبعد المداهمات والاعتقالات فيها، وما دلالات توقيتها خصوصا بعد تحرير المكلا؟ وهل نستطيع القول إن حضرموت تعيش تحت سلطة ظل تمارس القمع من خارج السلطة الرسمية؟ وهل للأبعاد الإقليمية حضورها وتأثيرها؟ هل ما يجري على ما يجري في حضرموت؟ وما أثر تلك الممارسات على تماسك جبهة الشرعية والمقاومة ومسألة حضور الدولة والحرية والديمقراطية في المناطق المحررة؟ هذه الأسئلة مشاهدينا ستكون ضمن حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فأكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. لا مجال اليوم في حضرموت للعب بالنار، هكذا صرح محافظ محافظة حضرموت بعد اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في مدينة المكلا عاصمة المحافظة من قبل قوة عسكرية زعمت أنها من المقاومة يوم الخميس الماضي. تصريح المحافظ لوسائل الإعلام أكد فيه أن اقتحام مبنى مقر حزب الإصلاح تصرف مدان من قبل قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي بالمكلا. واعتقلت في الخميس الماضي قوة عسكرية مدير المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بحضرموت وحراسة المقر، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. هذه الحادثة شهدت رفضاً قاطعاً أعلنت عنه السلطات المحلية و17 حزباً ومكوناً وحركة سياسية وطلابية في حضرموت، أدانت خلالها حملات المداهمات والاعتقالات التي وصفتها بغير القانونية في مناطق ساحل حضرموت. ومنذ أسابيع ومدن حضرموت تشهد حملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات عسكرية طالت قيادات سلفية ومشائخ دين وقيادات في المقاومة الشعبية وأعضاء في حزب الإصلاح. وأعلن عن مقتل بعض المختطفين جراء التعذيب في ظروف غامضة لم يكشف عنها حتى اللحظة. يسود الاعتقاد أن المداهمة الذي تعرض لها مقر حزب الإصلاح في المكلا لم تكن لتحدث دون إيعاز من أطراف إقليمية حاضرة وبقوة في المشهد الحضرمي، وهو ما يعززه الحديث عن سلطات غير رسمية يراها البعض أنها أصبحت كيانا موازيا لسلطة الدولة في حضرموت، وهو ما يدفع لدق جرس الإنذار أمام الأطراف المعنية حول حقيقة ما يجري في حضرموت الآن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ينضم معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد القوي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين من المكلا. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور أختي. بداية أستاذ محمد، يعني حدثنا عن هذه الحملة التي حدثت من الاعتقالات يوم الخميس. أولا من مهد الحضارة ومهد السلام ومهد الاستقرار والأمن حضرموت، أتقدم إليكم بأحب التهاني بقدوم شهر رمضان الفضيل علينا وعليكم إن شاء الله، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يعم السلام حضرموت واليمن عامة. نعم. بالنسبة تفضلي. تفضل أنت حدثنا، يعني كنت سألتك عن ما الذي حدث بالضبط من حملة للاعتقالات والمداهمات التي حدثت منذ يوم الخميس. والله فيه من قبل الخميس يعني طبعا. نعم. المداهمات آخرها يوم الخميس اللي هو مداهمة مقر حزب الإصلاح في حضرموت وسجن واعتقال أعضائه
بعض من أعضاء الحراس المكتب وبعض من أعضاء والموظفين في المكتب، وكذلك الاعتقالات التي وصلت إلى الشيوخ وأئمة المساجد والناشطين، وكل من يقف أمام تلك السلطة يعتبر إصلاحي أو تكفيري أو قاعدي. نعم طيب دون محاكمات دون مصوغ قانوني. إذا أستاذ محمد، يعني أنت تحدثني عن الكثير من الحملات التي تمت فيها الاعتقالات، هل عرفتم حتى الآن من الذي يقف وراء هذه الحملات؟ والله السلطة لا تدري والمقاومة تنفي، ولا ندري من بالضبط من يقوم بهذه الاعتقالات. السلطة ترمي اللوم على المقاومة والمقاومة ترمي اللوم على السلطة وقوات التحالف. نعم. ونحن هنا لا ندري عن مصير هؤلاء المعتقلين الآن. لذا تداعى الشباب وشكلوا هيئة للدفاع عن المعتقلين من الحقوقيين والناشطين والمحاميين والشخصيات الاجتماعية وأهالي المعتقلين. نعم، إذا تدافعوا عنهم أمام من؟ يعني إذا كانت الجهة التي اختطفتهم بالنسبة لكم مجهولة. والله بس أمام السلطة المحلية هي المسؤولة. نعم. هي المسؤولة قانونيا وشرعا. وهي تتحمل مسؤولية ذلك، ولابد على السلطة المحلية أن تبين أين هم المعتقلون ومن هي الجهة اللي اعتقلتهم وفين المعتقلين. نعم، إذا يعني أنتم كهيئة هل تم التواصل مع السلطة المحلية بهذا الشأن؟ نحن البارح فقط أعلننا تأسيس الهيئة، وإن شاء الله يوم الأحد سنرفع رسالة إلى المحافظة بهذا الشأن. نعم، إذا يعني هل لديكم أي إحصائيات حول عدد المختطفين حتى اللحظة؟ والله حوالي إلى الآن ومش مؤكد طبعا هذا الناس المعروفين، وفي ناس مجهولين الآن لا نعرف عنهم شيء، حوالي 290 أخذ 295 معتقل. نعم، هل تم تقديم بلاغات من أهالي الضحايا؟ والله أهالي الضحايا إلى الآن هم متوجسين خيفة من أن تصلهم بعض الاعتقالات فيما إذا طالبوا هذا، ولكن المحاميين أمس جلسوا معهم وطمنوهم، وإن شاء الله سترفع البلاغات وترفع الدعاوي ضد هؤلاء مرتكبين هذا الجرم. نعم، إذن ما هي الخطوات التي يعني في جدولكم تقومون بها من أجل هؤلاء المعتقلين كونكم هيئة الدفاع عنهم؟ نحن الآن بصد رفع رسالة للسلطة المحلية وقوات التحالف المتواجدة في حضرموت وبالأخص الإماراتيين. نعم. كونهم موكلين بالمهام في حضرموت. سترفع نعم. رسالة لهم وشكاوي الأهالي ونرى ماذا سيردوا. بعدها فهناك أعمال ربما تكون تصعيدية ووقفات احتجاجية ضد هذه الاعتقالات. نعم، طيب هل أفهم من كلامك أستاذ محمد أن هناك سلطة ظل أهل يمكننا تسميتها بهذا الشكل هي من تقوم بممارسة هذه الاعتقالات دون علم السلطة المحلية؟ وهذا ما يوحي من بيان المحافظ أن في سلطة ظل أخرى، يعني ممثلة بالمقاومة الجنوبية، ممثلة بالدور الإماراتي بقيادة أبو سيف في حضرموت. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد القوي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. ينضم معنا أيضا الأستاذ صلاح باتيس من إسطنبول وهو عضو الحوار الوطني. مساء الخير أستاذ صلاح. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم أستاذ صلاح، ما هو تعليقك على ما حدث من حملة للاعتقالات والاختطافات من جهة لم تعرف حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة ونصر وتمكين للمسلمين في كل مكان، وأن يجعله كذلك شهر رحمة للمسلمين فيما بينهم البين، ونحن في أمس الحاجة إلى التراحم وإلى التلاحم وإلى الاصطفاف في مثل هذه الحملات التي تشن ضد أوطاننا وضد بلداننا وضد اجتماعنا ووحدة كلمتنا، سواء في اليمن أو في الشام أو في أي بلد من البلدان العربية والإسلامية التي تخوض هذا الصراع ضد الظلم والاستبداد والقهر والجهل والفقر الذي أوقعنا فيه أعداؤنا. الحقيقة ما يدور في حضرموت لا يعني ينفصل عما يدور في كل منطقة من اليمن. تعددت العصابات
والزعيم واحد. يعني هناك أيدي تحرك بعضها، وهناك غرفة عمليات مشتركة ضد الشرعية وضد القوى المؤيدة للشرعية، حتى وإن تعددت وتلونت في مسمياتها وفي صفاتها، لكنها في النهاية تضرب القوى والأفراد والأشخاص المؤيدين للشرعية، ولا تتعرض بحال إلى أي مكون من المكونات التي قامت بهذا التمرد ضد الشرعية. ما حدث في المكلا يؤسف له، أن يعتقل علماء وشخصيات وطنية ويقتحم مقر حزب سياسي، الكل يعلم أنه يقف إلى جانب الشرعية، ورئيس الهيئة العليا فيه مستشار لرئيس الجمهورية، وأمينه العام مستشار لرئيس الجمهورية، وأربعة من قاداته وزراء في حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر حكومة الشرعية، وكثير من شبابه وقياداته قدموا التي تقاوم هذا التمرد بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. هذه المقاومة التي تدعم بسخاء من التحالف العربي ضد هذا التمرد، يسقط شباب أو يرتقي شباب الإصلاح وقيادات الإصلاح وشباب اليمن وقيادات كثيرة من المكونات التي تقاوم هذا الانقلاب، يرتقون شهداء عند الله عز وجل. أن يقتحم مكر حزب سياسي مصرح له، الكل يعلم جيدا أنه خاض الانتخابات والمراحل الانتخابات بشرف، لم يحمل سلاحا في وجه أحد. التجمع العلمي للإصلاح دائما يقاتل مع الوطن ومع الشرعية ومع الدولة في كل مراحل الصراع التي مرت باليمن، لا يقاتل منفردا، لا يتمرد على الشرعية، دائما مع الشرعية ضد أي تمرد. طيب إذا يعني أستاذ صلاح، يعني نتيجة لهذه الجهود التي يقوم بها مثلا حزب الإصلاح الذي هو الآن مع الشرعية قلبا وقالبا كما تحدثت، لما لا يكون إذن هناك موقف حازم وموحد من قبل القوى المساندة للشرعية أيضا تجاه كل تلك الأعمال التي تطال حزب الإصلاح وتطال غيره من قبل جماعات متمردة وتسعى للنيل من جبهة الشرعية في هذا التوقيت الحساس تحديدا؟ قرأنا واطلعنا جميعا للبيان الذي ضم أكثر من 17 مكون حضرمي، فروع الأحزاب السياسية ومنظمات مجتمع مدني وقوى وطنية في حضرموت أصدرت بيان مشترك، وهذا يعتبر نموذج ويعتبر سابقة في تاريخ اليمن المعاصر، أن تتلاحم وتصطف القوى الوطنية والقوى السياسية في محافظة من المحافظات ضد مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون والخارجة حتى عن علم ودراية السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة التحالف العربي بمدينة المكلا. مجموعة مسلحة تنتمي إلى فصيل من الفصائل الذي يدعي أنه مع الشرعية يعتدي على فصيل آخر أو حزب آخر ينتمي إلى الشرعية. هذا بلا شك لا يخدم الوطن ولا يخدم المقاومة ولا يخدم الشرعية ولا يخدم التحالف العربي، وإنما يخدم المتمردين وزعيمهم وسيدهم. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يقبل المجتمع الحضرمي بالاعتداء السافر وفرض الآراء بالقوة وتكرار سيناريوهات السبعينات وغيرها من السحل والقتل والإخفاء والاختطاف والتعذيب وغيره، كما حدث للأخ المقاوم محمد برحمة، أسأل الله عز وجل أن يجعل دمه رحمة وأن يكون الأخير، أن يكون هذا الظلم الأخير ولا نرى بعده مكروها ولا ظلما ولا استبدادا إن شاء الله. نعم، يعني تحدثني أستاذ صلاح عن الدور المجتمعي الذي قامت به مكونات عديدة من المنظمات والأحزاب أيضا في إصدار هذا البيان، ولكن ماذا عن دور السلطة المحلية التي يفترض أن تكون هي المسؤول الأول والأخير عما يحدث فيها؟ نحن كنا على اتصال منذ اللحظة الأولى، منذ فجر ذلك اليوم الذي تم فيه اقتحام مقر الإصلاح واختطاف اثنين من حراسته ومديره التنفيذي أو المدير المالي والإداري في المكتب. عندما بدأت هذه الحملة وحدث ما حدث، حتى أنهم للأسف الشديد تعرضوا للأثاث من تكسير وتدمير وتخريب ونهب، يعني ليس هناك ما يدل على أن هذه سلطة أو أن هذه جماعة تمرت بأمر سلطة شرعية في البلد. الأسلوب والآلية التي اتخذوها آلية حقد ودفين لا تنم ولا تدل أبدا على أنهم سلطة. أبلغنا الأخ الرئيس وأبلغنا رئيس الحكومة وأبلغنا الأخ المحافظ وأبلغنا قائد المنطقة وأبلغنا قيادة التحالف، الجميع استنكروا منذ أول لحظة ووعدوا بأن يحققوا في الأمر وبأن
يعني يتحملوا مسؤوليتهم. ورأينا بعد ذلك مباشرة البيان الذي صدر عن السلطة المحلية، وكذلك إطلاق سراح الأخوين الحارسين للمطر، وقريبا إن شاء الله سيتم إطلاق سراح الأستاذ عوض الدقيل، وقريبا إن شاء الله سيطلق سراح العلماء والمشايخ والمختطفين خارج إطار القانون الذين لم توجه لهم تهمة قانونية، بل إننا ذهبنا إلى أبعد من ذلك مع الوطنيين والمخلصين والصادقين من أبناء المجتمع الحضرمي، وكنتم قبل قليل تستمعون لأحدهم الأخ محمد عبد القوي بن علي جابر وغيره من النشطاء والحقوقيين والقانونيين، ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك وهو تفعيل دور القضاء. المحاكم مغلقة ودور النيابة مغلقة، أصل أن تفعل، وإذا كان هناك خطأ وإذا كان هناك تجاوز سواء من قبل مواطن أو من قبل مسؤول يحال إلى القضاء. لا يمكن أبدا أن يقبل المجتمع الحضرمي خاصة ولا المجتمع اليمني عامة، وخاصة في المحافظات المحررة والمناطق المحررة، أن يتجاوز بعد اليوم على حرية المواطن ولا حرية الأحزاب والقوى السياسية التي تحمل تصريح رسمي من الدولة وهي تعتبر جزء من النسيج الوطني وجزء من العملية السياسية. ولا يمكن أن يقبل اليمنيون بتجريف الحياة السياسية والانسحاب من المدينة إلى الغابة، هذه الاستراتيجية التي أثبتت فشلها في كل البلدان، واليوم تثبت فشلها لدى قوة من القوى التي كانت في يوم من الأيام في المدينة وجزء من الحوار الوطني، وانسحبت إلى الغابة وتحولت إلى وحوش ضارية تقتل اليمنيين في كل مكان، هي تسقط اليوم. اليوم المجتمع اليمني يتحول إلى المدنية ويرفض حمل السلاح خارج إطار الدولة ويرفض الميليشيات ويدعو إلى دولة النظام والقانون. نعم، ابقى معنا أستاذ صلاح، ينضم معنا أيضا عبر سكايب الباحث دكتور متعب بازيد من الرياض. مساء الخير دكتور. مساء الخير بازياد، عفوا دكتور. يعني بداية حدثنا، يعني ما الذي يعنيه الهجوم على مقر أكبر حزب مساند للشرعية وإغلاقه أيضا واعتقال من فيه من حراسة ومسؤولية ومسؤولين في المكلا؟ شكرا لكم أولا، وأيضا نعتذر على التأخير. على كل حال، قضية الانتهاكات هذه التي تحصل هنا وهناك، ومنها مؤخرا ما تم من مداهمات لمذرات الحزب التجمع اليمني لإصلاح المكلا، ومن قبلها أيضا مداهمات لبيوت ومنازل بعض الناشطين أو الواجهات الاجتماعية وغيرها. هذه المداهمات خارج نطاق القانون مرفوضة ومدانة، وأيضا نحن هنا في مناسبة أن نشكر السلطة المحلية مؤخرا التي نطقت مؤخرا وأدانت هذه الإجراءات التي وصفتها بالبلطجة حقيقة. هذه القضايا نحن يجب أن نقف في وجهها في سياق قانوني واضح ودستوري. نعم. المناطق والمحافظات المحررة التي تم تحريرها من يد الإنقلابيين أو القاعدة مؤخرا، يجب أن تكون نموذجا يحتذى في مجال تطبيق القانون وسيادة الشرعية حقيقة. لا نريد أن تكون هذه السلطات في هذه المحافظات ونرضى بها أن تكون تتعامى عن ما يجري من هذه الانتهاكات، أو تكون أيضا لا تقوم بأي جهد أو نشاط في سبيل إعادة مؤسسات الدولة. نحن نناشد السلطات الشرعية أن تعيد سريعا المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة إلى النشاط وإلى الحيوية، وعلى سبيل المثال وفي مقدمة ذلك المحاكم والنيابات وكل هذه الإجراءات. السلطة المحلية والإدارة العسكرية هناك في قيادة المنطقة العسكرية الثانية أدانت هذه التعسفات مؤخرا مشكورة، ولكن لا نريد لهذه الإدانات أن تقف عند الإدانة فقط، وإنما يتم التحقيق الشفاف في هذه التعسفات والانتهاكات التي طالت كثير من الناشطين والنشطاء في حضرموت في المكلا، اعتقالات، قتل وتعذيب خارج نطاق القانون. هذه الأمور يجب أن يتم التحقيق فيها بشفافية لتثبت هذه السلطات مصداقيتها وأنها فعلا تعمل من خلال إطار القانون. الأخوة الذين شكلوا أمس مشكورين هيئات وطنية لمتابعة حقوق المعتقلين أو الهيئة من بعض الزملاء المحامين مشكورين، لكن هذه الأطر التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني سيكون عملها قاصر ما لم تتفاعل السلطات المحلية
وأنا لما أتحدث عن السلطات المحلية هنا أتحدث عن اللواء أحمد بن بريك كمحافظ للمحافظة ورئيس المجلس المحلي هناك، وهو السلطة المدنية العليا في المحافظة التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها وعليها أن تكون قريبة من الناس، على الأقل الناس الذين يتساءلون اليوم عن مصير معتقليهم أو مصير الانتهاكات التي تتم من بعض الوحدات التي بين قوسين سميت في يوم الأيام بمقاومة. ونحن كنا قد استبشرنا في حضرموت باتصالات قوات الحضرمية من قوات الجيش الوطني والنخبة الحضرمية، وإنها لم تكن هناك ميليشيات ولم تكن هناك من مقاومات، وإنما كان جيش وطني بعلم وطني وبشعار وطني وأيضا أهداف جامعة التف حولها كل شرائح المجتمع الحضرمي وبكل أطيافها السياسية والاجتماعية. الذي تم الآن نحن نعتبر أنها انتكاسة كبيرة، وكما أيضا تحدث بيان الأخ المحافظ أن من قام بهذه الإجراءات التعسفية هو الذي لم يكن راضيا عن ما تم من انتصارات لأبناء حضرموت بحضرموت، وأراد أن يعكر علينا نصرنا في حضرموت، وأراد أن يقول أن الحضارم لا زالوا قصرا في هذا الجانب، وعليه يجب أن تفرض عليهم مصايب هنا وهناك. نعم، طيب ابقى معنا أستاذ دكتور متعب، عفوا يعني ننتقل إلى الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، يعني برأيك هل الأبعاد الإقليمية حضورها وتأثيرها على ما يجري في حضرموت برأيك؟ بلا شك أن البعد الإقليمي والبعد الدولي له تأثيره في الواقع والحاضر اليمني، ليس فقط في حضرموت وحتى في عدن، في تعز، في بل فيما يتعلق بحسم المعركة في العاصمة وما يدور في مشاورات الكويت وقبل ذلك في جنيف 1 وجنيف 2، يعني عدم الحيادية في موقف الأمم المتحدة في إدارة الملف اليمني فيما يتعلق بالصراع بين السلطة الشرعية وبين المتمردين، لا شك أنه ألقى بظلائه على الواقع اليمني عامة وعلى الواقع في حضرموت خاصة. لكن الأخذ بزمام الأمور من قبل الإخوة في المملكة العربية السعودية والإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر دولتين فاعلتين في التحالف العربي وأكبر دولتين داعمتين للشرعية في اليمن ضد التمرد، قدموا من أبنائهم ومن أموالهم ومن جهدهم ومن دبلوماسيتهم ومن إعلامهم ومن كل ما يستطيعون أن يقدمونه لأجل الشعب اليمني ولأجلهم بعد ذلك، لأن اليمن هي بوابة الحرمين وهي جزء من النسيج الخليجي وجزء من الحاضنة الخليجية. بلا شك أن الخليج سيتأثر بما تتأثر به اليمن وسيستقر إذا استقرت اليمن، ولا بد أن تكون اليمن جزء من الخليج وجزء من هذه الحاضنة الخليجية حتى نكون كتلة واحدة وقوة واحدة ضد من يهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. أنا أقول أن الواقع في حضرموت اليوم في تقديري الشخصي أنه يتجه إلى التلاحم والاصطفاف بعد أن تكررت الأخطاء وتكررت بعض التصرفات التي خارجة حتى عن إرادة وعلم السلطة المحلية، يعني تقريبا حتى ما تم من اعتقالات في السابق ليس فقط اقتحام مقر الإصلاح، حسب علمي أن السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية لم تكن على علم فيها. هذا التكرار الذي حدث أحدث ثورة مجتمعية إن صح التعبير، وأحدث وعي وصحوة في ضمير المواطن وضمير السياسي وضمير العسكري، كل مكونات المجتمع الحضرمي تحركت، ولذلك جاءت النتيجة سريعة في إطلاق سراح الشابين الحارسين للمقر والإدانة التي حدثت للاعتداء على المقر. وأنا متأكد أن إطلاق سراح العلماء سيكون قريب إن شاء الله، وستتوقف هذه البلطجة على حد تعبير السلطة المحلية. هذه البلطجة كما وصفتها أستاذ صلاح، يعني هل تكدر هي وممارساتها الحضور المأمول للحرية والديمقراطية في المناطق المحررة، خصوصا في ظل هذه الممارسات التي يعني تشبه ممارسات الانقلاب في كونها يعني أن لا علاقة لها بسلوك الدولة؟ أختي الكريمة، الحرية لها ثمن ولها قيمة ولها فاتورة باهظة، والشعب اليمني اليوم يدفع هذه القيمة ويدفع هذه الفاتورة من أجل الوصول إلى الحرية، وكلما حدثت
مثل هذه الحماقات التي أنا حقيقة مطمئن جدا أن الذين يحملون مشروع الاستبداد ومشروع عودة الماضي الأليم الذي سام اليمن وسام حضرموت وسام عدن سوء العذاب، لا شك أنهم اليوم يسقطون بحماقتهم وتهورهم كما سقط الحوثيون بحماقتهم وتهورهم. والشعب اليمني يعي كل مرة أن هؤلاء لا يريدون سلاما ولا يريدون أمنا ولا يريدون تعايشا، هم لا يعترفون إلا بسلطة القوة والأمر الواقع وفرض الإرادة بالقوة، ولا يريدون أبدا حتى أن يكونوا جزءا من الحل أو جزءا من العملية السياسية، هم أصل المشكلة وهم يريدون أن يكونوا سادة فوق الجميع وبقية الشعب اليمني عبيد. اليوم لا. الحرية تتجذر في الشعب اليمني والتعددية يعني تزداد قناعة في قلوب اليمنيين أن لا يمكن أبدا لفصيل واحد أو لون واحد أو حزب واحد أو فئة واحدة أو جماعة واحدة أن تستبد وأن تستحوذ بالقرار في اليمن، وإنما الصندوق هو الحكم والسلطات العليا في الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، الجيش والأمن والمالية والإعلام، هذه كلها ما خرجنا به في مؤتمر الحوار الوطني، تصحيح أخطاء الماضي والاستقرار على مبدأ التعايش والانتقال السلمي للسلطة والتعددية وحقوق الإنسان والحرية وحرية الرأي والرأي الآخر واحترام القانون واحترام الدستور واحترام صوت الشعب واحترام نتيجة الصندوق، هذه كلها التي يسعى إليها الشعب اليوم. اليوم كلما حدثت من هذه الأخطاء وتكررت وتكرر حدوثها من قبل فئة تحلم بالماضي، أشك أنها تحدث صحوة ووعي كبير وقوي جدا. أدعو حقيقة إلى التلاحم والاصطفاف، وأدعو إلى الاصطفاف الأكثر في المناطق المحررة حتى نقدم نموذجا للمناطق التي لا زالت ترزح تحت سلطة الاستبداد والانقلاب والتمرد وتتحرر قريبا إن شاء الله بإذن الله. بإذن تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح باتيس، عضو مؤتمر الحوار سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك دكتور متعب. دكتور متعب، يعني هذا السلوك أدين كما تحدث أستاذ صلاح من قبل مجموعة كبيرة من أطياف المجتمع الحضرمي، وأيضا يعني أدين من قبل محافظ حضرموت والسلطة المحلية، هنا نتساءل من يحكم المكلا إذن؟ الحقيقة هذا التساؤل قديم من أول ما دخلت قوات النخبة الحضرمية إلى حضرموت ونشوة النصر التي ظهرت على وجوه أبائنا في حضرموت وكل زملائنا هناك، وحتى أيضا تدهور الخدمات كالكهرباء وغيرها، الناس تحملوا وصبروا على هذه النقص الخدمات وعلى هذه العيشة أيضا والمضايقات في قضية الأسعار والمحروقات، على أمل أن يستتب الأمن ويأتي القانون، لأن الحضرمي دائما هو الذي ينشد القانون وينشد وجود مؤسسات الدولة، ينشد أن يكون يرى المحكمة مفتوحة، النيابة مفتوحة، أقسام الشرطة مفتوحة لشكاوي المواطنين، لكن أن يصل الحد إلى انتهاكات ضد حريات وحياة المواطنين، الناس لن يصبروا، وكما رأينا هذه الصحوة التي كانت في منظمات المجتمع المدني وأيضا الوجهات السياسية والأحزاب السياسية بما فيها حتى السلطة المحلية التي دقت مؤخرا جرس النذير من هذه الإجراءات التي قد تؤدي إلى قضية كبيرة في موضوع السلم والاجتماعي في حضرموت. الآن السلطة المحلية في حضرموت مطالبة بفتح تحقيق شفاف حقيقة في موضوع التحقيقات حول الإجراءات التي تمت سابقا من خلال خطف بعض الناشطين وقتل القائد في المقاومة الشهيد محمد بارحمة رحمه الله، وأيضا اعتقال بعض مشايخ العلم، انتهاءا ب أيضا انتهاكات مقرات الأحزاب السياسية الواقفة في صف الشرعية. نحن نقول الآن أن من يحكم المكلا هو المحافظ أحمد السعيد بن بريك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الأخ فرج البحسني، وأيضا قوات التحالف العربي ممثلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وعلى هذه القوى من التحالف الوطني والقوات الشرعية في الجيش وأيضا السلطة المحلية
أن تتنبه لهذه الإجراءات أو هذه الانتهاكات التي لا تخدم إلا الصف الإنقلابي، لا تخدم إلا صالح والحوثي، لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية التي خرجت مؤخرا من المكلة. هذه الإجراءات يجب أن يتم الوقوف أمامها وفقا للقانون. نحن لا نطالب بالسكوت على أي قضية أمنية أو غيرها، ولكن نطالب بتحقيقات شفافة، بقانون يسود على الجميع، بأقل شيء أقل شيء حفظ حقوق الناس المعتقلين في هذه المرحلة. وأيضا نناشد السلطة المحلية من هذا المنبر أن تتعامل معاملة قانونية ودستورية مع المنظمات التي والجماعات التي نظمت نفسها بالأمس في المكلة لحماية حقوق المعتقلين ولمتابعة قضايا المعتقلين والانتهاكات في المكلة. طيب أستاذ الدكتور متعب، يعني ما هي أبعاد المداهمات والاعتقالات التي حدثت خاصة يعني في هذا التوقيت الحساس خصوصا يعني بعد تحرير المكلة؟ للأسف إن هذه الانتهاكات وخاصة ما تم من اعتقالات بعد منتصف الليل وقبل الفجر عاد الأذهان الحضارم فترة مظلمة من تاريخ حضرموت، عرف الحضارم فيها ما سمي حينها بزوار الفجر. ونحن نأمل أن لا تكون هذه الفترة هذه الإجراءات هي تدشينا لمرحلة مثل تلك المرحلة، ونقول إن الزمن غير الزمن و الناس قد شبوا عن الطوب، والآن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكل الأخوة الناشطين في المكلة وفي حضرموت وفي اليمن بشكل عام أعينهم مفتحة على كل هذه الانتهاكات، ولن يسكت المجتمع ولن تسكت أيضا الذي نامل فيه الدولة الشرعية والحكومة الشرعية، لن تسكت عن هذه الانتهاكات، وإنما هي من صلب عملها الرئيسي أن تفرض القانون على الجميع. لكن دكتور متعب، دكتور يعني قلت أنها لن تصمت على هذه الاعتقالات، ولكنها ليست الأولى حتى نقول أنها لم تصمت، يعني هناك حملة يعني أكثر من مرة ولم يتخذ بشأنها شيء، هل هذا مدعاة لتكرار مثل هذه العمليات؟ أنا متفائل خيرا إن صحوة الضمير التي كانت رد فعلها في عدة بيانات سياسية ومن السلطة أيضا و تداعي مجموعات من زملاء المحامين وناشطين للدفاع عن حقوق المعتقلين، إن هذه الإجراءات تتم من خلالها الحد من هذه الانتهاكات في قادم الأيام، وأيضا سيتم متابعة أيضا القضايا التي ذكرت من اعتقالات سابقة أو قتل تحت التعذيب سابقا، سيتم متابعة هذه القضايا حتى ينال الجناح عقابهم العادل ويقدمون للمحاكمة. نحن يجب أن لا ننسى كل الانتهاكات التي مضت، وأن لا ينسينا هذه الانتهاكات الأخيرة ما مضى، ونطالب السلطات الرسمية السلطات الشرعية ممثلة في السيد المحافظ وقيادة المنطقة العسكرية والأخوة في التحالف المتواجدون في المكلة بالحزم والصرامة، الحزم والصرامة أمام كل هذه الانتهاكات. وصلتنا مؤخرا اليوم خاصة وأمس أنباء جيدة جدا من المكلة في إطار أنه يتم الآن تقليص صلاحيات ونفوذ هذه الجماعات التي انتشرت في المكلة بعد تحريرها من نقاط عسكرية وغيرها تحت أي مسمى ميليشياوي. نحن في حضرموت نرفض الميليشيا، نحن في حضرموت نطالب بإيجاد الدولة بوجود الدولة ولا نقبل تكرار تجربة الميليشيا بأي شكل من الأشكال. نعم، طيب هل هي رسالة تعكس طبيعة صفقات بعينها تمت في حضرموت لها علاقة بتصفية الحسابات لمصلحة قوى خارجية؟ والله قضية الحسابات السياسية موجودة في الساحة اليمنية بشكل عام، وهي متجلية بشكل كبير في مشاورات الكويت وقضية التدخلات الإقليمية والدولية في 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 هذا الملف، لكن نحن نحاول أن نعالج ما يجري في حضرموت في إطار قانوني دستوري داخلي، في إطار انتهاكات لحقوق الإنسان، انتهاكات لحقوق المواطنين، لحريات المواطنين، تهديد لحياة المواطنين، يجب أن يتم معالجة ذلك في إطار القانون اليمني وبالسلطات اليمنية التي يجب أن يكون لها حضور، ويجب أن تفتح السلطات هناك المحاكم والنيابات التي تولى التحقيق الشفاف الذي يحفظ حقوق المواطنين.
نعم. طيب يعني إذا لو تحدثنا عن المستفيد الرئيسي من قبل هذه الممارسات بناء على قاعدة إذا أردت أن تعرف من يقف خلف الانتهاكات فابحث عن المستفيد منها، برأيك من المستفيد مما يجري؟ المستفيد بشكل واضح يعني وجلي هو الانقلاب الحوثي العفاشي في صنعاء الذي يريد أن يعطي صورة للمجتمع اليمني في الداخل أن المناطق أو المحافظات المحررة ليست تحت سلطة الشرعية، وإن المناطق التي تحت سيطرة الانقلاب هي أفضل حالة من ناحية أمنية وخدماتية من المناطق المحررة، ويريد أن يعطي أيضا رسالة للخارج أنه لا زال طرفا قويا في اللعبة السياسية، ويريد أن يكسب أوراق سياسية على طاولة المشاورات في الكويت، ونحن ندرك كذلك والحكومة الشرعية أعتقد تدرك هذه الأبعاد السياسية لما يجري من انتهاكات في عدن أو في المكلا، وأيضا السلطات الشرعية أعتقد إذا التفتت لهذا الملف بشكل أساسي وبصرامة ستتخذ إجراءات نأمل أن تكون أيضا إجراءات جذرية وحلول سريعة. دكتور متعب نعم، نواصل الحديث معك بعد أن نأخذ الأستاذ محمد بالطيف رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بحضرموت عبر الهاتف من المكلا. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور والسرور. أستاذ محمد، بداية ما هو تعليقكم على ما حدث لمقركم من حملة اعتقالات يعني واختطاف من فيه؟ في حقيقة الأمر هذا أمر مؤسف جدا للغاية، خصوصا يعني نحن نتحدث عن الإصلاح وما تعرضنا للإصلاح واقتحام مدار الإصلاح، نحن نتحدث عن هذا الظاهرة التي ظهرت وتزامنة مع دخول قوات التحالف وقوات النخبة الحضرمية للمكلا، والذي استقبلوا استقبال الفاتحين من جميع أبناء حضرموت وأبناء المكلا خصوصا، وكانوا يستبشرون فرحين بقدوم هذه القوات التي يعتبرونها تمثلهم ومن أبنائهم، ولكن للأسف الشديد مع هذه بعد أن حررت المكلا ظهرت ظاهرة خطيرة وهو وجود جماعات مسلحة خارج نطاق النظام والقانون، ويعني تقوم باقتحامات واختطافات لشخصيات كبيرة منهم علماء أجلة معروفين ونشطاء إعلاميين ونشطاء خيريين وشخصيات اجتماعية، وأخيرا كللوا هذا باقتحام مدر التجمع اليمني للإصلاح الحزب السياسي المعروف الحزب السياسي الرائد الحزب السياسي الحاضر بقوة في المشهد السياسي على مستوى اليمن وله حضوره وله دوره في مواجهة الانقلاب والانقلابيين، وهو يسند الشرعية وهو شريك مع التحالف ومؤيد للتحالف منذ اللحظة الأولى. جاءت هذه لتوجه رسالة سلبية وسيئة لمن وقفوا إلى جانب التحالف ومن وقفوا إلى جانب الشرعية، وكأن يعني استهداف الإصلاح يعني صراحة يعني هو فيه رسالة سيئة وللغاية بل سلبية. إذا أردنا أن نسيء الظن أكثر فنقول أن هذه المجاميع قد تكون محسوبة على الإنقلابيين، نظرا لأن يعني السلطة المحلية في المحافظة أعلنت تبرؤها من هذه المجاميع. إذا من تتبع هذه الهويات؟ تبرؤها. إذا هؤلاء منهم؟ منهم هؤلاء؟ من هم يعني؟ دعني أوجه لك هذا السؤال أستاذ محمد، من تتبع هذه الجماعات أو ما هي هويتها، خاصة يعني وأنت وصفت بأنها خارجة عن القانون، ويعني هناك ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم بهذا الفعل. هؤلاء يتبعون عصابات ليست خاضعة لدولة مصنفة، لن نصنفهم بتصنيف أنهم عصابة، يتبعون الذي يتبعون نحن لا نعرف بالضبط إذا كان هناك جهة محددة تجد خلفهم، لكن في الأخير هم عبارة عن عصابة خارج نطاق القانون تعمل حسب هذا حسب بيان السلطة المحلية وقيادة المنطقة بل حتى التحالف نفسه قوات التحالف، ولذلك نحن نقول يعني إن شاء الله ما حصل هو آخر المآسي، ويجب الوقوف من اليوم لما بعد ذلك حتى لا تتكرر هذا المأساة ولا يتكرر ما حصل في عدن من فوضى وانفلات أمني وعصابات. نحن في حضرموت أبناء حضرموت هم دعاة الدولة ودعاة النظام والقانون، مجتمع مدني لا يقبل هذه المظاهر الغريبة على المجتمع الحضرمي، ولذلك سيلفظها مباشرة، والآن تداعت كثير من المكونات والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية، وفي خلال أيام قريبة إن شاء الله سيكون هناك لقاء لهذه المكونات والعلماء والدعاة والشخصيات الاجتماعية والمنظمات المجتمع ليكون لهم وقفة جادة أمام هذا الظاهرة حتى يتم القضاء عليها واستئصالها إن شاء الله.
بعد، ولذلك نحن ندعو السلطة المحلية وأيضا القيادة السياسية أن تقوم بدورها في أسرع وقت ممكن حتى يعني. هل تواصلتم معهم؟ هل تم التواصل مع السلطة المحلية والجهات المعنية؟ طبعا نحن تواصلنا مع السلطة المحلية وتواصلنا مع القيادة السياسية على مستوى رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء، وكان لهم موقف واضح وبيان السلطة المحلية واضح وقيادة نعم. المنطقة واضح حول ما حصل ويستنكرون هذا الشيء ويعتبرونه. ما الذي قالوه لكم؟ إنه إلى هنا ويكفي. نعم ما الذي قالوه لكم خاصة على مستوى الرئاسة ورئاسة الوزراء؟ الرئاسة تواصل مباشرة مع السلطة المحلية في المحافظة باعتبارها هي صاحبة المباشرة في الميدان، وتواصلوا مع قيادة المنطقة الثانية، وهم بدورهم أصدروا هذا البيان يمثلون السلطة بشكل عام يعني حسب يعني ما متابعتنا. ولذلك نحن نقول يعني أنها إن شاء الله تكون آخر الماسي، ربما ضارة نافعة، وربما تكون هذا آخر أحزاننا إن شاء الله تعالى. وهناك يعني مؤشرات طيبة لحد الآن، لكن نحن نريدها أن تعزز أكثر ويشعر المواطن فعلا باتجاه وتفعل مؤسسات الدولة في حضرموت نعم. وأبناء حضرموت لا يقبلهم غير مؤسسات الدولة وتحكيم النظام والقانون. نعم هي المسألة هنا عند حضور الدولة أستاذ محمد، يعني ماذا عنها في ظل وجود كيانات موازية على الأرض تقوم بمهام الدولة وتمارس القمع والاختطافات أيضا والاعتقالات؟ بالنسبة بعد هذا الحادث الذي حصل والتداعي تقريبا تشخص القضية، مناطق أخرى وكل منطقة لها حالة سواء في المناطق الإنقلابيين أو في محافظات أخرى. في حضرموت الآن اصطفت المكونات والسلطة المحلية وقيادة المنطقة وحجزوا هذه المجموعة التي خارج النطاق القانون التي تسمى نفسها مقاومة لا ندري تداوم من حضرموت محررة الآن، حضرموت خارج نطاق الإنقلاب، حضرموت في الأصل أنها الآن تحت سيطرة الدولة. فإذا هذه المقاومة تداوم من هو الذي تداومه؟ يبدو أنهم استغلوا صبغة المقاومة التي تعم البلد، فاعتبروا المقاومة هي في يعني في اقتحام بيوت الناس بعد منتصف الليل، في اختطاف الوجهات والشخصيات، في إثارة البلبلة في منطقة محررة في الأصل أنها تكون موطئ قدم للشرعية وموطئ قدم للدولة حتى تنطلق منها لتحرير باقي محافظات الجمهورية. نعم إذا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد باللطيف رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بحضرموت، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. عودة إليك دكتور متعب. دكتور ما أثر تلك الممارسات على تماسك جبهة الشرعية والمقاومة؟ عفوا ما سمعت السؤال. ما هي يعني ما هي الآثار السلبية التي تترتب على هذه الممارسات خاصة على جهة أو جبهة الشرعية والمقاومة؟ طبعا أثر كبير بكل تأكيد، يعني إن عندما تكون المناطق المحررة أو المقاومون في المناطق المحررة في غير مأمن من هذه الإجراءات الأمنية أو من هذه الاختطافات أو الاغتيالات خارج نطاق القانون وغيرها أثر كبير. وهذا الذي يسوقنا إلى قضية من المستفيد من هذه الإجراءات. الحقيقة أن ما تم في عدن ولحقه في حضرموت أيضا من هذه الاعتقالات كانت واضحة جدا لخدمة الإنقلابيين، لكن نحن نقول الآن أن السلطات الشرعية في المكلا مؤخرا رفعت الغطاء تماما عن هذه الإجراءات ببيانها الأخير، وما عليها الآن إلا أن تتابع قضية التحقيقات والقبض على هذه العصابات المارقة التي أرادت أن تعكر صفو الانتصارات التي حققها أبناء حضرموت في المكلا، والتي أرادت أن تعكر أيضا على السلطات الشرعية والحكومة الشرعية في المناطق المحررة في حضرموت وعدن ومارب وغيرها. ونقول أن فعلا استهداف المقاومون، استهداف الأحزاب السياسية المساندة للشرعية. نحن نعرف أن الأخ محمد رحمه الله كان قائدا في المقاومة الشعبية في شبوة واستهدف بالاعتقال والخطف والتعذيب حتى الموت. الآن مقر أكبر حزب سياسي واقف إلى الآن بجانب الشرعية وقوات التحالف العربي في كل أنحاء اليمن يستهدف بشكل صارخ جدا بدون أي مبرر، بدون أي مصوغات قانونية أو حتى سياسية. هذه الإجراءات هي واضحة جدا أن المستهدفون من هذه الانتهاكات هم القادة المقاومون، الأحزاب الصامدة في وجه الانقلاب،
القيادات الاجتماعية التي معروفة بمقاومتها للانقلاب الحوثي العفاشي، السلطات الشرعية التي أراد اليمنيون أن تكون هي البديل للميليشيات، سواء كان الميليشيات الإرهابية في المكلا أو الميليشيات الحوثية في أماكن أخرى. هذه الإجراءات أعتقد هي مضرة جدا بصف المقاومة، ونحن من هنا نناشد السلطات الشرعية وخاصة الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة. نعم، وهذا ما يجب عليهم فعله. نعم، حضور الدولة ربما بشكل حقيقي والتماس احتياجات الناس من كهرباء ومن خدمات هو الأهم في هذه الفترة. شكرا جزيلا لك دكتور متعب زياد، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء من جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.